ديرنا المقابله بذكاء كبير، وين غلقنا المساحات على فريق اتحاد النابل يلعب كره جميله. هما راهم يعني بلا ضغط يلعبوا بكل اريحيه، وسيرنا المباراه الى اخر دقيقه وين زدنا سجلنا هدف رابع عن طريق ضربه جزاء. نظن باللي الفوز مستحق، اداء ونتيجه. اليوم كما يقولوا رانا تحت نشوه الفوز، تنتظرنا زوج مباريات، خاصه المباراه القادمه ضد سكيكدا يعني. واليوم سكيكدا اللي خسر فوق ميدانه ومازال ما ضمنش البقاء، هذا راح يزيد يخلي ماموريه تكون اصعب للفريقين. فريق وين كان يسحق لي 3 بوان، وفريق وين كان اسيور لو مانتيان تاعو، جاي يلعب في كان ميلونج دو جوار سينيور لي جوار اسبوار. احنا مدينا اللي علينا، راك تعرف لا فولونتي اللي كانوا دخلوا بها هما، حتى هي اللي دارت لا ديفيرونس في لو ماتش.